المعلومات اللي عندي كباقي الاشخاص يعني المعلومات ك يعني عبر الصحافه على ان هناك واحد الممثله قامت بجلبه داخل مطار مدينه مراكش وعرضت الموظفين بالمطار المذكور للاهانه، ولكن هذا يبقى قول وخبر مرسل بالنسبه لي، ماشي ما عنديش عليه شي معلومات، ولكن المعلومات اللي عندي على انه اذا ثبت انها قامت بافعال الاهانه بطبيعه الحال القانون غادي ياخذ مجراه وغادي تكون هناك متابعات الى ثبتت بان هناك اعمال الاهانه، وبطبيعه الحال اهانه موظف راه منصوص عليها في القانون في مقتضيات الفصل 163 وحددت شنو هو الموظف اللي يعني اي واحد تيقوم بواحد العمل لفائدة الدولة وبمناسبة هذا العمل ديالو تعرض للإساءة بالإشارات بالعبارات بأي الأمور الحاطة من القيمة ديالو من الكرامة ديالو، على اعتبار أن المرفق العام هو مديور لصالح المواطن ولصالح ولصالح الأمن ديال المواطن والراحة ديالو، وبطبيعة الحال أي فعل تيمس هؤلاء فالمشرع تعرض ليه المشرع بنصوص يعني زجريه، وبطبيعه الحال النيابه العامه راه تتاخذ بهذه المعطيات وتتاخذ بما جاء في محضر الضابطه القضائيه وتتاخذ بوسائل الاقتناع وتدير المتابعات وتتحل الملفات على القضاء لتتخذ الاحكام اللي دائما تتكون عنوان ديال الحقيقه. بخصوص الملف ديال الفنانه بخصوص انا ما عنديش معلومات كافيه، ولكن الا ثبتت المعطيات حسب هذا الشكل وحسب مقتضيات الفصل 163 غادي ننتظروا بان احكام غادي تكون احكام يعني منطقيه، وبطبيعه الحال القضاء المغربي لا يغازل اي احد ثبتت ان هناك مجموعه ديال الاحكام مؤخرا اللي ما تتغازلش الاشخاص المشهوره او الشخصيات المشهوره، وانما القضاء المغربي يعني يطبق القانون ولا يتاثر لا بالشخصيه ولا بالشارع العام. بطبيعه الحال المقتضيات النص القانوني راه واضح كاين تل سنتين، ولكن القضاء عنده تفريد العقاب، عنده اليات اخرى، عنده اليات ديال ظروف التخفيف، عنده يقدر حيت تيشوف ان المتهم عنده ضمانات الحضور يقدر يقدمه في حاله صراح بكفاله. اذا كاين واحد المجموعه ديال الاليات واحد المجموعه ديال الميكانيزمات اللي تيعتمدها القضاء، وحسب كل قضيه على حيده وكل شخص على حيده، وبطبيعه الحال التجربه ما تثبتش ان هناك تتكون اذا كانت الاهانه في الحدود العاديه راه تتكون عقوبات بالاشهر، ولكن لو فيها الاعتداء بالضرب وبالجرح وما الى ذلك تقدر توصل السنوات، هذا حسب ما جرى به العمل. اما النص القانوني فهو نص راه واضح وراه فيه العقوبه قد تصل الى سنتين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.